يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. أكيد النهاردة عندنا العديد من الأمور الهامة جدا اللي بتخص كل جمهور النادي الأهلي في كل مكان، وبتخص الرياضة المصرية بشكل عام. ويمكن أبرز شيء عندنا النهاردة هو الحديث اللي هيستمر على مدار اليومين الجايين دول عن مباراة الأهلي وفاق سيف. هذه المباراة الهامة جدا في مشوار النادي الأهلي الأفريقي اللي بيسعى بكل قوة لاستعادة هذا اللقب الغالي، لقب الأفريقي ودوري أبطال أفريقيا. كالعادة جمهور النادي الأهلي دايما متعود على بطولة دوري أبطال أفريقيا، احنا عندنا رقم قياسي في هذه البطولة 8 بطولات، أكتر نادي حقق هذا اللقب. البطولة غايبة بقالها 5 سنين، إن شاء الله من خلال هذا الموسم بعد الموسم الماضي ما تأهلنا للمباراة النهائية وخسرناها أمام الوداد المغربي، لكن إن شاء الله هذا الموسم النادي الأهلي يقدر يستعيد هذا اللقب الأفريقي الغالي. طبعا أيضا هنتكلم عن ردود الأفعال المستمرة على الجمعية العمومية الغير عادية ولائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، ويمكن كانت ظهرت بشكل حضاري ومميز جدا أول امبارح في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. لكن الأهم طبعا إن احنا مستنيين تفاعلكم معانا على صفحات النادي الأهلي المختلفة، سواء فيسبوك تويتر او انستغرام. والسؤال الحلقه النهارده هو ايه الهتاف اللي هتشجع بيه الاهلي في مباراه وفاق سيف يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله، وهاشتاج الحلقه النهارده شجع الاهلي وبس. طيب الجزء الثاني كمان من حلقه النهارده هيكون معانا ضيفنا العزيز والناقد الرياضي الكبير استاذ علاء عزت، عشان نتكلم في العديد من الامور والملفات الهامه جدا اللي بتخص الكره المصريه بشكل عام. لكن خلينا في البدايه وكالعاده نروح نشوف اهم العناوين النهارده. الاهلي يشكل لجنه خاصه للاشراف على تنظيم مباريات. الخطيب يشكل لجنة لدراسة خطابات شركتي صلة وسبورتا لفسخ التعاقد. مجلس الأهلي يجتمع لاعتماد اللائحة الجديدة. الفريق الأول يواصل تدريباته استعدادا لوفاق سطيف. كارتيرون يعلن الطوارئ ويحذر من جابو، لعيب خطير جدا. يوسف لن نتنازل عن دوري الأبطال إن شاء الله. أشرف صبحي مصر مستعدة لاستضافة بطولات الكاف في أي وقت. طبعا يعني من ضمن أهم الأخبار النهاردة والخاصة بمباراة الأهلي وفاق سيف إن شاء الله في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، هذه المباراة الهمة جدا 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 للمصريين ككل، لان طبعا كل المصريين اكيد هيساندوا ان شاء الله النادي الاهلي في هذه البطوله، وبالتحديد كمان جمهور النادي الاهلي. بالتالي الخبر المهم معانا هو ان النادي الاهلي بيشكل لجنه خاصه للاشراف على تنظيم مبارياته بشكل عام، كمان مش هذه المباراه. طبعا كان في وفد من النادي الاهلي برئاسه الاستاذ العمري فاروق طبعا نائب رئيس النادي الاهلي، وبيضم العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، وايضا اللواء علاء صلاح مدير امن مقر الاهلي بالجزيره، وامير توفيق مدير اداره التسويق. وزاروا النهارده ملعب السلام واللي هيستضيف ان شاء الله المباراه بعد غد، زاروا النهارده الملعب صباح اليوم وبصوا على الملعب وكل الاجراءات التنسيقيه من خلال طبعا الاجتماع مع كل من الليبي علاء الجيلاني منسق عام مباراه وفاق سيف، وايضا العميد ممدوح راغب مدير عام استاد السلام ومندوب من شركه بريزنتيشن. وده كان لمناقشه طبعا كافه الاجراءات التنظيميه الخاصه بالمباراه ان شاء الله، لان اكيد بنتمنى ان شاء الله ان هي تخرج بالشكل اللي احنا متعودين عليه دايما لما النادي الاهلي بينظم اي مباراه بالتنسيق الكامل مع رجال الامن. الاهم من كل ده كمان ان هو وضع اليات خاصه بالتعامل ما بين النادي الاهلي ورجال الامن في التنسيق في كل ما يخص المباراه من الناحيه التنظيميه بالتحديد، علشان يظهر الشكل الامثل، تظهر المباراه طبعا بالشكل الامثل وحسن التنظيم المعروف من الاهلي ولرجال الامن سويا. فبالتالي ده اكيد كان خبر مهم جدا جدا. ان شاء الله دايما التعاون زي ما احنا عارفين ما بين النادي الاهلي ورجال الامن بيكون بالشكل المناسب لاستضافه النادي الاهلي لاي مباراه مهمه،
مهمه، وخصوصا ان احنا خلاص عارفين ان هي مباراه غايه في الاهميه بشكل عام. ان شاء الله تخرج بالشكل الحضاري المطلوب واللي متعودين عليه دايما من خلال هذه المباريات، وخصوصا ان هيكون في عدد كبير من جمهور النادي الاهلي حوالي 10,000 ان شاء الله. اعتقد خلاص التذاكر نفذت تماما وكله متحمس ان هو يكون متواجد في هذه المباراه. طيب نروح لمداخله تليفونيه هامه جدا مع استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. يا استاذ طارق مساء الفل عليك. مساء النور يا استاذ امير. ازاي حضرتك عامل ايه؟ ازيك يا استاذ امير؟ كله تمام؟ الحمد لله. طيب في البدايه عايزين نتكلم طبعا على الشكل الحضاري اللي ظهرت بيه لائحه النظام الاساسي بالنادي الاهلي بالتحديد كمان الجمعيه العموميه اول امبارح، ويمكن يعني شفنا المظهر الجيد جدا من قبل اعضاء الجمعيه العموميه والاقبال الكبير في الحقيقه اللي كان متواجد، وده بعد مجهود كبير جدا سواء بذله مجلس اداره النادي الاهلي بشكل كامل، الاداره التنفيذيه وايضا اعضاء النادي الاهلي اللي شاركوا في انشاء او تواجد هذه اللائحه المهمه جدا يا استاذ طارق. منظر يليق بالنادي الاهلي الحمد لله طبعا. حاجه حضاريه بيدي فيها اعضاء جمعيه عموميه للنادي الاهلي المثل في حضورهم وحرصهم على النادي وانهم حراس النادي، وفي نفس الوقت بيدوا فيها قدوه في حته الالتزام اللي كان منهم الحمد لله، سواء اللي ادلوا برايهم بنعم او بلا، كانت حاجه حضاريه جمعيه عموميه لم تشهد اي تراشق اي مشاحنات بين اي حد، مع ان الجو كان حار جدا. حاجه رافعه دي حقيقه تليق باسم النادي الاهلي. فطبعا بعد عمل جاد استغرق شهور يعني اتعمل فيه كل ما هو ممكن لاعضاء الجمعيه العموميه في اطار القانون واللوائح، يعني كل طلبات الجمعيه العموميه اتحط فيها لصالح اعضاء النادي الاهلي ولصالح النادي الاهلي. لائحه ان شاء الله تخش بالنادي الاهلي في منعطف جديد من الاستثمار ومن ضوابط المتعلقه بكل الحاجات اللي تليق بعدها النادي الاهلي، وتعمل انطلاقه جامده جدا للنادي ان شاء الله. ان شاء الله يا استاذ طارق الاجراءات اللي هتتاخد او الخطوات اللي هتتاخد عشان يتم الاعتماد بشكل رسمي لهذه اللائحه يا استاذ طارق. ان شاء الله بكره عندنا اجتماع مجلس اداره وبس بعد بعض الاوراق بقى المتعلقه باللائحه اللي هي المستندات الطبيعيه اللي بتقدم للنادي انها ترسل بقى للجنه الاولمبيه بعد اعتماد مجلس الاداره عشان تعتمد من اللجنه الاولمبيه وتنشر في الجريده الرسميه ان شاء الله، وتبقى واقع ومستقبل جميل للنادي الاهلي وكل محبيه ان شاء الله باذن الله. طيب في شيء ايضا مهم جدا يا استاذ طارق، وهي مباراه الاهلي بعد غد ان شاء الله في نصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، ومباراه الذهاب امام فريق وفاق ستيف في ظل حضور جماهيري ان شاء الله هيكون هام جدا. وزي ما احنا عارفين يا استاذ طارق دايما جمهور النادي الاهلي هو السند الحقيقي لفريق كره القدم ومختلف الفرق داخل النادي الاهلي. حابب تقول ايه في هذه الجزئيه بالتحديد يا استاذ طارق؟ احب اقول هو على مدار تاريخ النادي الاهلي اللي صنع شعبيه النادي الاهلي هو الجمهور. السند الحقيقي هو الجمهور. تمام. بس في تحذير مهم لجمهورنا. تمام. ان ما ينقلبش الجمهور ان هو يكون الحاجه اللي ضد النادي الاهلي. اي خروج على النص، اي حاجات فيها اساءات لاي حد، كلها خروج لا تليق لا بضوابط واقيه من النادي الاهلي. دي نقطه عمالين نقررها بقى لنا فتره. اضيف عليها حاجه ثاني بقى، يعني اكيد اي مندس او حد هيعمل حاجه في لا تليق بالنادي الاهلي فيها اساءه لاي حد وما يكونش في ضوابط في التشجيع وفي دخول المباراه، ده بيضر النادي الاهلي. فانا لا اعتقد ان في حد من جماهير النادي الاهلي يحب يضر النادي الاهلي. اكيد اكيد. فبقى في عقوبات بتحصل في خلافه اللي يعني بنقول خلاص احنا بنقول مبدئيا لا تليق بضوابط ولا بقيم ولا باخلاق النادي الاهلي. مش حاجه خالص، ولسه بضرب المثل بالجمعيه العموميه. اكيد. مفيش حصل اي حاجه في يوم حر جدا، يوم طويل، والحمد لله خرجت بكل الرقي اللي تليق بالنادي الاهلي. يعني المطلوب يا استاذ طارق من جمهور النادي الاهلي ان هو يشجع الاهلي وبس. يشجع الاهلي ويكون حريص على النادي الاهلي وعلى البلد. النادي الاهلي طول عمره هو جزء اصيل من البلد. انه ما يكونش في اي حاجه لا تضر لا منشات ولا تضر ايا كائنا كان سواء الفاظ او غيره، مش هو ده النادي الاهلي. احنا شغالين بقى لنا مجلس اداره بقى لنا داخلين على سنه. تمام. في اطار واحد بنركز في النادي بس. مالناش دعوه باي منعطفات خارجيه او اي حاجات. فهو المفترض النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي هو ومتوقعين منه انه يكون على نفس القدر، بس انا بحذرهم مش تحذير ليهم يعني،
تحذير من الممكن عشان مصلحه الكيان من بالظبط كده بالظبط ليس تحذيرا للجمهور اكيد طبعا والنادي الاهلي ارقى ما يكون طبعا طبعا تحذير من اي مندس او خلافه او ناس مش قلبها على النادي الاهلي اطلاقا فجمهور النادي الاهلي يعي كده بس ولا الهتافات اللي هي تحمل اي اساءه لاي حد لا دي اخلاق النادي الاهلي بالظبط والنهارده بقت تضر بالنادي الاهلي مش ممكن يكون جمهور النادي الاهلي يبقى في صف الاضرار بالنادي يعني وخصوصا ان احنا ان شاء الله لو ربنا وفقنا باذن الله في المباراه دي يا استاذ طارق هنتاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا فاكيد هنكون محتاجين للجمهور بشكل اكبر طب بالمناسبه يا استاذ طارق عايز اسالك سؤال في حاله ان شاء الله باذن الله تاهل النادي الاهلي لنهائي البطوله دي هل هيكون في محاولات من قبل مجلس اداره النادي الاهلي ان يتم نقل المباراه النهائيه للفريق في استاد القاهره الدولي وخصوصا ان اعتقد في التوقيت ده هيكون الاستاد خلاص كل التجهيزات الخاصه بيه تمت بشكل كامل وده سعيا نحو زياده عدد الجمهور كمان يا استاذ طارق. الجمهور هو اللي بايده خلاص انه الماتشات ترجع بجمهور مثالي وان يزداد العدد وتتلعب في استاد القاهره وهو اللي بايده غير كده. يجب ان يحرص جمهور الاهلي ان ما يكونش اي دخيل او مندس بينهم. يعني اي دخيل او مندس هو اللي بيرجعنا خطوات كتيره ورا. النادي الاهلي بمجلس ادارته على راسه كابتن محمود الخطيب. ساعه حادثه ماتش منامة ساعه الهتافات غير اللائقه واللي حصل في الماتش ده تمام انعقدنا مباشره وتم تشكيل لجنه للمباريات خصيصا عشان القصص دي عشان نضمن ان الدخول يبقى نوصل في وقت من الاوقات يبقى كله من خلال النظام الالكتروني بالظبط يبقى في ضوابط اللائحه فيها بند كامل بتفاصيله رابطه المشجعين عشان نضمن فيها ان تبقى تحت عباءه ومظله النادي الاهلي بقيمه وضوابطه فالجمهور هو اللي يملك ان الخطوات القادمه تبقى اوسع واكبر ويبقى في استاد القاهره ويبقى ان شاء الله هو ده المظهر بتاع جمهور الاهلي بتاع زمان اكتر من 100,000 متفرج يملاوا الاستاد وبتعمل حاله معنويه جميله في البلد يعني من كل النواحي الكلام ده بياثر على الاقتصاد وعلى السياحه وعلى وعلى فرجاء ان احنا كلنا نحرص ان يخرج الماتش بالمظهر اللائق ان شاء الله باذن الله يا استاذ طارق بشكرك شكرا جزيلا طبعا كان معانا الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي ويمكن قال رسائل مهمه جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي قبل مباراه بعد غد ان شاء الله مباراه مهمه قوي 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 للنادي الاهلي في نصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا يا جماعه يعني خلاص احنا وصلنا لمرحله مهمه جدا في البطوله في قبل النهائي عايزين نركز مع الفريق نساعد الفريق بشكل قوي جدا في المباراه هتبقى صعبه قوي احنا عارفين دايما مباريات شمال افريقيا بتبقى فيها حماس كبير وفيها صعوبه كبيره جدا فاحنا عايزين نستغل ان احنا هيكون معانا جمهورنا ان شاء الله في هذه المباراه علشان يساند الفريق بالشكل القوي بالشكل المطلوب في كل ما يخص الملعب ان شاء الله باذن الله كل ما يخص الفريق ونشجع زي ما احنا متعودين دايما من كل جمهور النادي الاهلي الاخر ثانية في المباراة عشان إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يحقق نتيجة مريحة قبل مباراة العودة في الجزائر عشان تكون خطوة هامة جدا جدا للنادي الأهلي في مشواره للوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا ومن ثم تحقيق هذا اللقب الأفريقي الهام والغالي جدا وكمان نتأهل إن شاء الله لكأس العالم للأندية وده أكيد يعني أجواء كلنا كنا عشناها قبل كده وكانت جيدة جدا لما النادي الأهلي كان بيشارك في كأس العالم للأندية وكنا بنستنى المباريات الصبح لما كانت بتتلعب في اليابان أعتقد السنة دي هتبقى في الإمارات المهم يعني إن احنا نوصل إن شاء الله بطولة كأس العالم للأندية هذا الموسم فإن شاء الله جمهور النادي الأهلي يكون السند الحقيقي كالعادة للفريق خلال مباراة بعد بقى. طيب يلا بينا نروح نشوف أهم عناوين النادي الأهلي في الصحف النهاردية. الأهرام مجلس الأهلي يعتمد نتيجة الجمعية العمومية غير العادية خلال ساعات الخطيب مظاهرة حب للقلعة الحمراء وراء ظهور لائحة النظام الأساسي الأخبار مجلس الأهلي يجتمع لاعتماد اللائحة الجديدة الفريق يطوي صفحة البطولة العربية وكارتيرون يذاكر وفاق ستيف بالفيديو الجمهورية قبل إرسالها للأولمبية المجلس يعتمد اللائحة الجديدة الشروق مجلس الاهلي يعتمد العموميه التاريخيه خلال ساعات المجلس يخطر اللجنه الاولمبيه بعد الاجتماع بموافقه الاعضاء على اللائحه الجديده بنسبه 87% الخطيب ما حدث انتصار للاهلي وليس الاشخاص واشكر اللجنه القضائيه والاولمبيه ووزير الرياضه. الوفد اخيرا الاهلي يتخلص من كابوس الاسترشاديه. روزال يوسف مجلس الاهلي يجتمع خلال 48 ساعه لاعتماد اللائحه يوسف لن نتنازل عن دوري أبطال أفريقيا
الأخبار المسائي، دستور الأهلي يحكم، الخطيب يفتح الملفات الشائكة، وكاش إيرون يحارب الغرور أمام وفاق ستيف. أخبار الرياضة، الأهلي في مكان آخر بعيدا عن الحروب، الأهلوية يحمون ناديهم في يوم تاريخي. الأخبار، عائلة الأهلي دستور يسيادنا، الخطيب لأسرة الأهلي اليوم حفظتم على ناديكم. الأهرام، الأهلي يحذر جماهيره أمام وفاق ستيف لتجنب العقوبات الأفريقية، يوسف قبل النهائي 180 دقيقة، وكارتيرون بطل الجزائر قوي. الجمهورية، الخطيب في معسكر الأهلي استعدادا لصيف. المساء، الأهلي يبدأ خطة اصطياده في وقت ستيف، كارتيرون يدرب اللاعبين على الضغط المتقدم، السرعة في نقل الكرة والتهديف المبكر، حمود يعود للمران، ومحمد يوسف يحذر من خطورة الفريق الجزائري. الوفد، كارتيرون يعلن الطوارئ ويحذر من جابو، الأهلي يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل موقعة ستيف. أخبار الرياضة، الأهلي في حالة وفاق مع الأميرة الأفريقية، قذائف كارتيرون تقصف النجمة، القلعة الحمراء ترفع الرايات رغم الهجمات الخارجية، الفرنسي دوري الأبطال هدفي الأساسي. أخبار الرياضة، وليد سليمان حاول كرة مصرية، ألعب للأهلي ولو برجل واحد، وهذه حقيقة غضبي. الأهرام تكرم حسن حمدي غدا، ده من الأهرام طبعا. طيب يعني الأهرام هتكرم أو هتكرم النجم أو الأسطورة الكبيرة طبعا النادي الأهلي كابتن حسن حمدي إن شاء الله غدا، أحد أبرز رؤساء الأندية في القارة الأفريقية وفي الشرق الأوسط، راجل حقق تاريخ كبير جدا سواء كلاعب أو كرئيس نادي مع النادي الأهلي، في عهده النادي قدر إنه يحقق العديد والعديد من الألقاب والبطولات، فطبيعي جدا هو يستاهل هذا التكريم، ودايما بيبقى موجود في المناسبات الهامة جدا بالنسبة للنادي الأهلي، شفناه أول الحاضرين في الجمعية العمومية غير عادية أول امبارح عشان يدلي بصوته بخصوص لائحة النظام الأساسي بالنسبة للنادي الأهلي. أيضا من ضمن أهم الأخبار النهاردة وخبر من أخبار الرياضة، وليد سليمان حاوي على الكرة المصرية ونجم النادي الأهلي، وده حوار مش خبر، قال ألعب للأهلي ولو برجل واحدة وهذه حقيقة غضبي. طيب هو بيقول إن هو بيلعب يعني يلعب للنادي الأهلي ولو برجل واحدة، وإحنا كلنا فاكرين وليد سليمان أيام ما كان عايز ينتقل للنادي الأهلي من إنبي، ويمكن كان مر بحالة نفسية وصحية سيئة جدا في الفترة دي وكان متواجد في المستشفى، وده أكبر دليل بالنسبة لوليد سليمان على حبه الشديد جدا للنادي الأهلي، الراجل بصراحة أهلاوي قوي قوي قوي، ودي ميزة حلوة قوي عند وليد سليمان اللي بيتألق بشكل ملفت هذا الموسم، واضح جدا ان هو كان مركز من بدايات الموسم ده ان هو يعمل موسم جيد جدا مع النادي الاهلي، ده بالنسبه لوليد سليمان. وموضوع غضبه ده يعني هم كاتبين ان هو بيتعلق بموضوع التجديد العقد، وليد سليمان من اللاعبين اللي جددوا عقدهم مع النادي الاهلي على بياض، وترك كل الامور الماديه وكل بنود العقد للنادي الاهلي حريه وضع هذه البنود، وده يدل اكتر ايضا على حبه الشديد للنادي الاهلي، فبالتالي وليد سليمان نجم كبير جدا ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق خلال المرحله المقبله مع النادي الاهلي. الوفد قال ان في مكافئات تحفيزيه للاعبي النادي الاهلي قبل موقعه فاق ستيف، اعتقد اللاعبين خلاص يعني عندهم درايه كامله جدا، مش مستنيين من النادي الاهلي يقول لهم مكافئات وكلام من ده، اكيد مستنيين ان هم يشاركوا في هذه المباراه بفارغ الصبر، عارفين اهميه الفوز بهذا اللقب الافريقي بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، فهم خلاص في مرحله ممكن يعني مش مستنيين ان يكون في حاجات تحفيزيه بالنسبه لهم. وايضا من ضمن الاخبار المهمه ان الكابتن محمود الخطيب هيزور معسكر الاهلي استعدادا لفاق ستيف، احنا عارفين الفريق النهارده ان شاء الله هيخش معسكر، اكيد زياره هتكون مهمه جدا من الكابتن محمود الخطيب عشان يدي دافع كبير جدا للاعبين قبل هذه المباراه الهامه، وزي ما قال كابتن محمد يوسف في احد الاخبار اللي قريناها ان المباراه 180 دقيقه مش 90 دقيقه بس، مباراه ذهاب ومباراه عوده، الاول في القاهره وبعد كده في الجزائر، فان شاء الله نتمنى ان النادي الاهلي يكون موفق على مدار المباراتين عشان يتاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. طيب يلا نروح نشوف اخبار النادي الاهلي على النت النهارده. الموقع الرسمي للاهلي، وفد الاهلي يزور ملعب السلام لمناقشه الجوانب التنظيميه لمباراه وفاق ستيف. يلا كوره، كارتيرون وفاق ستيف يضم عناصر مميزه ورصدنا نقاط القوه والضعف.
بوابة أخبار اليوم، يوسف خبرة لاعبي الأهلي ستحسم مباراة النصف النهائي. في الجول أيمن أشرف جاهزون لمواجهة توفاق سطيف ولن نتنازل عن حلم أفريقيا. الوطن سبورت يوسف وعدلي يحضران الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفاق سطيف. وان ثري مؤتمر صحفي الكارتيرون غدا. صدى البلد طاقم تحكيم الأهلي وفاق سطيف يصل القاهرة غدا. الأهرام سبورت الأهلي يدخل معسكر مغلق اليوم استعدادا لوفاق سطيف. اليوم السابع محمد نجيب ينهي أولى مراحل تأهيله من غضروف الركبة في الأهلي. زي ما احنا متعودين دايما من النادي الاهلي زي ما قالت الوطن سبورت ان كابتن محمد يوسف وكابتن سمير عدلي مدير دارج الفريق هيحضروا الاجتماع الفني لمباراه الاهلي وفاق سطيف، وده اكيد هيكون اجتماع هام جدا هيتم التنسيق فيه كل الامور الخاصه بالمباراه وبالفرقتين بالتحديد. ده هيكون ايضا اجتماع مع الحكام علشان النادي الاهلي يعرف كل الامور اللي بتسبق هذه المباراه زي ميعاد وصول اللاعبين لارضيه الملعب، ميعاد الاحماء بالنسبه للفريقين هيكون قد ايه، كل الاجراءات التنظيميه اللي احنا اكيد عارفينها. ايضا من ضمن الاخبار كابتن محمد يوسف قال خبره لاعبي الاهلي ستحسم مباراه نصف النهائي. فعلا النادي الاهلي عنده العديد من اللاعبين اللي يمتلكون خبرات كبيره جدا في البطولات الافريقيه بالتحديد. عندك احمد فتحي، وليد سليمان، محمد الشناوي، حتى شريف اكرامي كمان موجود. عدد كبير جدا من اللاعبين اللي متواجدين في صفوف النادي الاهلي ان شاء الله يقدروا ان هم يصنعوا الفارق في هذه المباراه الهامه جدا. زي ما احنا عارفين ايضا زي ما قالت وان ثري مؤتمر صحفي لكارتيرون غدا. قبل المباراه ب 24 ساعه وده طبقا لكل قواعد الكاف ان بيكون في مؤتمر صحفي للفرقتين، سواء طبعا النادي الاهلي هيكون متواجد مستر باتريس كارتيرون واكيد هيكون معاه كابتن فريق حسام عاشور عشان يتم الحديث مع الصحفيين والحضور عن هذه كل ما يخص مباراه الاهلي وفاق سطيف واستعدادات النادي الاهلي بالتاكيد. ايضا المؤتمر الصحفي بتاع مستر باتريس كارتيرون ده هيكون قبل ميعاد التمرين الاخير للنادي الاهلي بنص ساعه. المؤتمر الصحفي بتاع فريق وفاق سطيف هيكون بالتحديد الساعه 8:30، هيستغرق نص ساعه وهيكون عندهم المران الاخير ايضا غدا على استاد السلام الساعه 9 وهو نفس توقيت المباراه. فبالتالي كلها اشياء مهمه وكله بيستعد بمنتهى القوه لمباراه بعد غد ان شاء الله، ونتمنى دائما التوفيق للنادي الاهلي ان هو يقدر يحقق هذا اللقب وتكون الامور كلها ماشيه بشكل جيد جدا. محمد نجيب طبعا بيعمل خلاص او بينهي اولى مراحله التاهيليه. عارفين محمد نجيب عنده اصابه في غضروف الركبه. طيب نروح للاستاذ سمير بشير الصحفي بجريده الهداف الجزائريه. يا استاذ سمير مساء الفل عليك. مساء الفل صديقي، تحيه اليك والى كل مشاهدي قناه الاهلي. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ والله الحمد لله. طيب احنا عايزين نعرف منك طبعا استعدادات فريق وفاق سطيف لهذه المباراه الهامه اللي هيواجه فيها النادي الاهلي، وكيف تتناول الصحف الجزائريه هذه المباراه؟ بطبيعه الحال يعني فريق وفاق سطيف لم تكن له استعدادات خاصه لهذا المقابله، بالنظر يعني يعاني من نفس المشكل الذي يعاني منه الاهلي وهو كثافه الرزنامه والمباريات على الصعيدين المحلي العربي والافريقي، لانه الفريقين معا يلعبان مشاركات خارجيه عربيه وافريقيه. يعني في نفس التوقيت الذي كان فيه الاهلي في لبنان كان في فريق وفاق سطيف يلعب مباراه في الدوري الجزائري امام شبيبه القبائل، وهذا يعني انه لم تكن هناك اي استعدادات خاصه للمقابله، يدخل في اطار يعني الاستعداد العادي. فريق وفاق سطيف يتواجد منذ امس في القاهره بكل اللاعبين المؤهلين القاريين، وهنا نقطه يعني مهمه انه فريق وفاق سطيف له فقط 18 لاعبا في القيد الافريقي، يعني منذ الجوله الثالثه للمجموعات له فقط 15 لاعبا و 13 حراس مرمى، كلهم متواجدون كلهم تحت تصرف المدرب، خضعوا كلهم متاحين ما فيش اي اصابات؟ كلهم متاحين ما فيش اي اصابات؟ كل اللاعبين كل لا توجد اصابات ولا توجد اي توقيفات، يعني كل التعداد المؤهل، ليس كل التعداد ولكن كل التعداد المؤهل القاري متواجد تحت تصرف المدرب، يعني هذا لتكون الصوره اوضح. ظروف الاقامه يعني كانت جيده، فريق تجاوز في كانت فتره يومين هذه يعني لتجاوز فريق الخساره التي كانت في الدوري المحلي امام فريق شبيبه القبائل، كل الامور تسير على يعني احسن ما يرام.
بالتاكيد هي منافسه يكون فيها الاستعداد النفسي، يعني تحفيز لما تواجه نادي القرن فريق الاهلي المصري، سيكون لك تحفيز ويكون لك استعداد نفسي تلقائيا، يعني لا تحتاج يكون لك اي تحضير خاص. اظن يعني هذا شرف كبير لنادي التقطيب انه يكون في مواجهه واحد من عمالقه الكره العربيه والافريقيه في هذا الدور بالذات. طيب فريق فاكس تيف كان عنده مباراة أخيرة في بطولة الدوري وخسر 1-0 أعتقد من شبيبة القبائل، وبقى الفرق 7 نقاط في بطولة الدوري الجزائري. هل الهزيمة دي ممكن تأثر على فريق أو فاكس تيف في مواجهته أمام النادي الأهلي؟ اظن لا، لانه فريق تخطيط الان لا ادري ان اقول هي عاده سيئه ام عاده حميده، وقبل كل مباراه افريقيه يتعثر في الدوري الجزائري، يعني تنقل الى الدار البيضاء المغربيه بتعادل في ارضيه ميدانه امام فريق دفاع تجلان، نفس الشيء حصل يعني من قبل في مباراه الذهاب، الان تكرر الامر للمره الثالثه، لا ادري هل هي مصادفه غريبه ام شيء، لكن في كل مره الفريق يتعثر محليا يكون رد فعل جيد من في المنافسه القاريه، ولو انه لما نتحدث عن المنافسه القاريه ككل، يعني فريق تخطيط يمكن ان نقول انه كتب له عمر ثاني في هذه المنافسه، يعني فريق تخطيط تقريبا في دور المجموعات بدا أسوأ من الاهلي، فريق الاهلي حصل على نقطه في اول مباراتين في المجموعات، فريق تخطيط كان رصيده 0 نقطه في اول نقطه في اول مباراتين في المجموعات، يمكن القول انه يعني تواجده في المربع الذهبي هو بمثابه العمر الثاني لفريق تخطيط في المنافسه القاريه. يعني معنى كده ان فريق فاكس تيف حاطط كل تركيزه اكيد في بطوله دوري ابطال افريقيا. هي لنكون صراحه، يعني فريق فاكس تيف لم يضع التتويج الا قبل كهدف يعني في بدايه المنافسه في شهر 2، ولكن لما تصل الى مثل هذا الدور اكيد يعني تلقائيا لا يكون الانسان منافق ويقول انه الاهلي هذا ليس هدفي، انت على بعد لقائين ذهاب واياب وتجد نفسك في المباراه النهائيه، بالتاكيد انه الان يعني كل ما تتقدم الشهيه تاتي مع الاكل، بالتاكيد هو لم يضع لحد الان التتويج كهدف، ولكن الاكيد انه يطمح لتجاوز عقبه الاهلي من اجل الذهاب الى المباراه النهائيه، وفي المباراه النهائيه يضع هدف التتويج، يعني هو يلعب المباراه المباراة، ولكن الاكيد يعني انه التواجد في هذا الدور يعني التواجد بين الاربعه الكبار في القاره يجعلك تطمح لكي تكون بطلا للقاره. اكيد. طيب عايز اتكلم برضو عن استعدادات الجزائر لاستضافه النادي الاهلي في مباراه العوده ان شاء الله امام فريق فاكس تيف. بالتاكيد يعني فريق وفاق تيف له يعني العاده لاستقبال مثل هذا النوع من المباريات، تقريبا منذ حوالي اسبوع كان فريق مصري ضيف علينا والنادي المصري على ضيف على مدينه تيف التي استضافت مباراه الاياب بكاس الكونفدراليه بين اتحاد العاصمه الجزائري والنادي المصري، فريق وفاق تيف بالتاكيد يعني يتشرف بتواجد النادي الاهلي الذي استضافه من قبل يعني في 2015 في نهائي كاس السوبر الافريقي، ولكن المباراه كانت في مدينه البليده بعيدا عن مدينه انتهت بضربات جزاء وكان عماد متعب جاب جول في الاخر كالعاده. ايوه الان هذه المره سنكون يعني سعداء بتواجد فريق الاهلي في مدينه الصعيد، بالتاكيد يعني فريق الادارتين ستلتقان، هناك ايضا عمل كبير يعني لنادي الشباب، يعني في كل مره تكون في مقابلات بين الانديه الجزائريه والمصريه عمل كبير تقوم به السفاره المصريه في الجزائر، يعني بالتنسيق مع الانديه وبالتنسيق مع وزاره الشباب والرياضه مع وزاره الخارجيه لتضع الفرق يعني في كل الظروف المحيطه، وايضا على الصعيد التعبوي يعني حتى تكون المباراه في اطارها الرياضي، يعني حتى نحن في جريده الهدف ينسق معنا سعاده سفير مصر في الجزائر في كل مره تكون في مباريات وانديه مصريه تزور الجزائر من اجل ان تكون الامور على حسب ما يرام وتسير في اطارها الرياضي، وهذا ليس جديد، يعني فريق ما نظن الطريقه التي سارت بها مباراه اتحاد العاصمه مع النادي المصري مدينه السيد بالذات ستكون ان شاء الله نسخه ثانيه منها مباراه وفاق الطيف وفريق الاهلي الذي نتشرف دوما بانه كبير ونواجهه لكي نفوز عليه، وطبعا الفوز على الكبير يجعلك دوما فخور بنفسك، ولكن يبقى فريق الاهلي المصري جزء يعني من كيان الكره العربيه والافريقيه الذي نحتفل به دوما. عدد الجمهور في مباراة العودة ممكن يكون قد ايه؟ هو سعة ملعب 8 مايو بالصيف هي 16,000، يعني هي 16,000، يوجد منعرض يخصص عادة لنصف منعرض يخصص عادة للزوار، هي سعته تكون بسعة 1000، أكيد أنه لن يتنقل 1000 مناصر من الأهلي إلى لاهور، مهما كان العدد سيخصص لهم هذا المنعرض، يعني أنصار الأهلي باسم وسط هذا العدد سيكون هناك 16,000 من أنصار بتخطيط يعني في مباراة العودة، أكيد أن المباراة ستجرى بشبه مغلقة في العودة، أظن هو نفس العدد الذي
الذي سيكون ايضا مع الفرق انه يعني العدد محدد في ملعب في مباراه الذهاب في ملعب السلام وايضا هذه هي سعه الملعب يعني سعه الملعب هي 16000 سيكون فيها نصف منعرض بسعه حوالي 1000 الى 1200 لكل ضيوفنا من الجاليه المصريه بالجزائر او من انصار الاهلي الذين سيتنقلون معه الى مدينه سيف. ونتذكر يعني حتى في لقاء السوق الذي تحدثنا عنه قبل قليل تنقلت حوالي 500 كان عدد انصار الاهلي في مدينه البليده في ملعب شاكر في السوق الافريقي حوالي 500 مناصر يعني كان عدد محترم جدا من الذي تنقل. ونتوقع ان يتنقل ايضا عدد بهذا لانه قيمه الرهان الرياضي وقيمه المباراه كخطوه قبل اخيره لرابطه ابطال افريقيا لدور نصف النهائي تجعل التنقل اكيد يعني مرحبا مسبقا لضيوف مدينه سيف من انصار النادي الاهلي. تمام استاذ سمير بشير الصحفي بجريده الهداف الجزائريه بشكرك شكرا جزيلا. طبعا قال لنا بصراحه كل الامور الخاصه بفريق فاكس تيف الجزائري واستعداداته لهذه المباراه الهامه جدا امام النادي الاهلي في ذهاب قبل نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله نتمنى ما يكونش هم موفقين خالص في هذه المباراه ويكون التوفيق كله حليف النادي الاهلي ان شاء الله يتاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا. طيب يلا بينا نروح نشوف اخبار المحليه والعالميه واخبار المحترفين. نبتدي من سوبر كورة. أشرف صبحي: مصر مستعدة لاستضافة بطولات الكاف في أي وقت. سري: رئيس الكاف يوجه الشكر للمسؤولين المصريين على توفير الدعم. الفجر الرياضي: الأولمبية تبطل الانتخابات التكميلية للجبلية. اليوم السابع: هانيا بوريدا يعلن دعم مصر لإنفانتينو في انتخابات الفيفا المقبلة. الشروق: اتحاد الكرة يرصد 250 ألف يورو للتعاقد مع شركة ملابس للمنتخب. اليوم السابع: اتحاد الكرة يحجز تذاكر بيزنس للمحترفين رغم تأخر رد وزارة الرياضة. سوبر كرة: الأمن يؤجل مباراة المقاولون الإسماعيلي بالدوري بسبب الأهلي. في الجول: كلوب يشرح فرصتين أخطأ خلالهما صلاح ضد تشيلسي لا تتوقف على التسجيل بين ليلى وضحى. الشروق: تقرير شعبية رمضان صبحي تفوق هدرسفيلد بعشر أضعاف. الوطن سبورت: نقل نائب رئيس الزمالك إلى المستشفى. ألف سلام عليكم. الأهرام سبورت: مختار يضم 18 لاعبا لمواجهة النجوم غدا. أسبانية: مانشستر يونايتد يبدأ التفاوض مع زيدان. سبورت 360: مانشستر سيتي يخطط لمفاجأة الجميع بتعاقد مع مبابي في يناير. سكاي نيوز: إصابة جارس بيل تزيد من متاعب الريال. يعني خلينا نقول بعض التعليقات السريعه وبالتحديد نتكلم عن مباراه تشيلسي وليفربول امبارح انتهت 1-1 بهدف اكثر من رائع، هدف تعادل لستوريدج مع نهايه المباراه بالتحديد في الدقيقه 89. كلوب كان بيشرح لمحمد صلاح فرصتين هو اخطا فيهم وقال ما تتوقفش عن التسجيل بين ليلى وضحاها. محمد صلاح يمكن خرج في الدقيقه 65، كانت مفاجاه لكل الناس اللي بتتابع هذه المباراه، لكن ان شاء الله نتمنى ان صلاح يكون موفق خلال المرحله المقبله جدا مع ليفربول، وده شيء هيهمنا جدا كلنا كمصريين. ايضا تقرير بيقول ان شعبيه رمضان صبحي تفوق هدرسفيلد تاون ب 10 اضعاف. احنا عارفين رمضان صبحي طبعا عنده شعبيه كبيره جدا بين الجمهور المصري بشكل عام وجمهور النادي الاهلي، وايضا في انجلترا اكيد عنده بعض الجماهير. فريق هدرسفيلد تاون مش يعني من الفرق الصغيره اللي لسه صاعده للدوري الممتاز الموسم اللي فات، فبالتالي اكيد شعبيه رمضان هتكون اكبر بشويه يعني. دي طبعا كانت ابرز الاخبار. خلينا نروح نشوف فقره السوشيال ميديا. نبداها بالاهلي. استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي نشر على تويتر عدد من الصور من الجمعيه العموميه يوم الجمعه واللي اقرت طبعا لائحه النظام الاساسي للاهلي، وكتب يوم دستور الاهلاويه. وكمان دكتور محمد العدل كتب تويت على تويتر خاص بيه وقال فيها: الجمعية العمومية للأهلي شكرا أرسلتم الرسالة، فهل وصلت؟ نشر أحمد حمودي على انستجرام صورة له مع أزارو وقال: كلما حمدت ربي وجدت منه ما يرضيني.
كمان محمد شوقي لاعب الاهلي ومنتخب مصر السابق نشر على انستجرام صوره مع عاشور والشناوي ومتعب وجده، وده كان من عيد ميلاد بنات عماد متعب، وعلق عليها وقال الرجاله. وعالميا بقى نروح لماتشات امبارح، نشر لاعبنا المحترف احمد حجازي على انستجرام صوره له مع من مباراه فريقه ويست بروميتش مع بريستون، واللي فاز فيها ويست بروميتش 3-2 في دوري الدرجه الاولى الانجليزي تشامبيونشيب، وكتب ثلاث نقاط مهمين سنستمر على ذلك. ونشر ستورج لاعب ليفربول على تويتر صوره من احتفاله مع اللاعبين بهدف التعادل امام تشيلسي في البريمير ليج، وكتب اللاعبين عملوا اللي عليهم وكنا نستحق هذه النقطه، ولم احتفل بالهدف ذلك اليوم واحترم تشيلسي لكن ما فعلوه لكل ما فعلوه من اجلي، كل الاحترام والحب الى جماهير ليفربول. طبعا كان هدف رائع ستورج، هو كان بيلعب قبل كده في تشيلسي عشان كده ما احتفلش قوي يعني. كمان جيمس ميلنر لاعب ليفربول الانجليزي على تويتر نشر صوره لجماهير ليفربول من المدرجات في الماتش امام تشيلسي، وكتب مسانده رائعه مره اخرى نحن نستحقها بفضل ستورج. كمان برضو شاكيري لاعب ليفربول نشر صوره له من المباراه على تويتر وقال كنا نعتقد ونجتهد حتى النهايه، دعونا نواصل التقدم بقوه. اما اندري روبرتسون لاعب ليفربول كمان نشر على انستغرام صوره من الاحتفال بهدف ستورج وقال عليها اعتقد اننا نستحق هذه النقطه، وكتب ستورج ما هذا الهدف، شكرا لجميع الجماهير الذين سافروا من اجلنا رائعين كالعاده. نروح بقى للاعب ايدن هازارد احد ابرز اللاعبين هذا الموسم في الدوري الانجليزي، واللي نشر على صفحته على انستغرام صوره من المباراه واحتفاله بالهدف اللي احرزه في ليفربول، ليست النهايه التي اردناها ولكن ما زال الموسم طويل، شكرا لكل اصدقائي على الدعم والتشجيع. نروح بقى لماتش توتنهام وهدرسفيلد واللي فاز فيها توتنهام بنتيجه 2-0، نشر هاري كين على تويتر صوره من المباراه وكتب عليها سعيد بالاداء والثلاث نقاط. كمان ماتش ارسنال واتفورد اللي فاز فيه ارسنال 2-0، وارسنال بصراحه بقى لهم كذا ماتش شهر 9 كله بيفوزوا فيه ما شاء الله. نزل مسعود اوزيل لاعب ارسنال على انستغرام صوره من احتفاله باحرازه الهدف الثاني وكتب نتيجه ممتازه مره اخرى، هذا ما نريده بالضبط، الصعود في الاتجاه الصحيح. ونشر رونالدو لاعب اليوفي صوره للفريق على انستغرام بعد الفوز على نابولي في الدوري الايطالي 3-1، وكتب انتصار عظيم لمجموعه رائعه في استمرار دائما معا. نشرت صفحه ريال مدريد على انستغرام صوره رباعي راموس ومودريتش وكورتوا ومارسيلو بجوائز الافضل في العالم من الفيفا، ده كان قبل بدايه المباراه امام اتلتيكو مدريد في الليجا واللي انتهت بالتعادل 0-0، مباراه ما كانتش حلوه بصراحه خالص. واخيرا نشرت صحيفه بايرن ميونخ على انستغرام فيديو مهارات رودريجيز مع البايرن من احدى المباريات، تعالوا نروح نشوف الفيديو. لعيب كبير والله خامس رودريجيز، طبعا يعني بدايته او ظهر للناس كلها في كاس العالم في البرازيل 2014، راح ريال مدريد ده تاني موسم ليه كمان مع بايرن ميونخ بعد ما طلع اعاره، بس بايرن ميونخ اكيد هيجددوا له الاعاره دي او مش هيجددوا، هيعمدوا معاه بشكل نهائي ويفعلوا البند المتواجد في العقد بشراء خامس رودريجيز، هو احد اللاعبين المميزين جدا. طيب كده ناقص لنا فقره في حلقه النهارده، فقره هتكون مهمه جدا مع ضيفي العزيز استاذ علاء عزت الناقد الرياضي الكبير، لكن استنونا بعد فاصل. بجدد التحيه بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، بينضم لي في هذه اللحظات ضيفنا العزيز استاذ علاء عزت طبعا الناقد الرياضي الكبير بالاهرام. استاذ علاء مساء الفل عليك. اهلا، مساء الخير يا امين، اخبارك ايه؟ طيب الحمد لله، والله كنت بخير الحمد لله. طبعا عندنا حاجات كثيره قوي عايزين نتكلم فيها النهارده، بس خلينا نبتدي بلائحه النظام الاساسي في النادي الاهلي والمظهر الجميل جدا اللي ظهرت عليه الجمعيه العموميه اول امس، حابب تقول ايه؟ لا، حابب اقول ان دي مش حاجه جديده على النادي الاهلي، انتصار لاراده الجمعيه العموميه. قد ايه الناس كانت حريصه ان النادي الاهلي هو اللي يضع الدستور بنفسه، ما كانش عندي شك ابدا للحظه ان ان ان, إن ممكن اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي يخيبوا الامال، ما شكتش لحظه. كنت متاكد ان الجمعيه العموميه تكتمل وتكتمل بدري جدا جدا، زي يوم الانتخابات بالظبط، يعني زي ما الناس رهنت يوم الانتخابات على وعي اعضاء الجمعيه العموميه يوم الانتخابات، كنت متاكد ان نفس الوعي، لان الجمهور النادي الاهلي وخاصه لما بيشعروا بخطر شويه اكيد بييجوا، يعني ساعه الانتخابات اللي فاتت دي انا كنت موجود في اليوم ده، كان يوم تاريخي بجد يعني، لكن الجمعيه العموميه كان يوم احتفالي
الأعضاء حريصين جدا جدا إن هم يحافظوا على الكيان النادي الأهلي، مبادئ النادي الأهلي، صوابة النادي الأهلي. ما شاء الله جماعة عمومية مرت بدون أي مشاكل على الإطلاق، ما شفناش أي شكوى، ما شفناش حتى أحداث اللي هي المفروض الطبيعية جدا إنها تحصل في أي جماعة عمومية. لا وكان زي ما احنا شايفين في الصورة كده عدد الحضور كان مميز جدا، كان والناس مميز من بدري كانوا واقفينها كمان على وحرصوهم وقد ايه الناس حتى على مواقع التواصل الاجتماعي ازاي اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي كانوا بيدعوا بعض، ازاي كانوا بيتفقوا مع بعض، ازاي كان عندهم رغبه ان هم يكونوا موجودين ويشاركوا. الناس بتخلد اللحظات دي. يعني انا لما اشوف ان واحد بيقول لك يعني اسعد لحظه في حياتي ان انا عشت وشفت ان انا بشارك في دستور النادي الاهلي، دي كلمه مش سهله، مش طبعا اي حد يقولها. يعني ان حد يقول ان هو من اهم الحاجات في حياته انه يشارك في دستور النادي الاهلي، لا ده شيء يؤكد قد ايه حرص الناس على النجاح اليوم ده، قد ايه ان الناس دي النادي الاهلي بالنسبه لها كيان بجد، يعني او هو ده البيت بتاعها بجد، عشان كده تبقى حريصه على نجاح اي شيء بيهم النادي الاهلي او اي شيء في مصلحه النادي الاهلي. انا لما تابعت موقع التواصل الاجتماعي قبلها بثلاث ايام كان عندي يقين ان الجمعيه العموميه تكتمل، ولو كان حتى الميعادها الساعه 5 مش الساعه 7 كنت عارف ان الجمعيه العموميه هتيجي بالشكل ده. الحمد لله. الحمد لله. هو يوم اكيد كان مميز جدا بالنسبه لكل اعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي، واخيرا النادي الاهلي بقى عنده لائحه خاصه بيه. لكن خلينا نتكلم بقى في شيء اكثر اهميه في الفتره دي، خلاص مقبلين على مباراه مهمه جدا في ذهاب قبل نهائي دوري ابطال افريقيا امام فريق وفاق ستيف. المباراه شايف مدى صعوبتها ازاي، ومطلوب ايه من اللاعبين والجهاز الفني؟ صعوبتها بالنسبه لي انا ان احنا فجاه بقينا بنواجه فريق لقي نفسه قريب قوي من الحلم، فريق ابتدى دور المجموعات بافتتاحيه كارثيه بالنسبه له لما يخسر من مازيمبا 4-1، تاني مباراه يتعادل او يخسر تاني مباراه، يعني يبتدي بعد جولتين رصيده صفر اخر المجموعه، كان ظروفه مشابهه للنادي الاهلي شويه. لا يمكن النادي الاهلي بس كان افضل منه شويه، افضل حالا بعد التغيير ما حصل في النادي الاهلي. النادي الاهلي عمل افضل رومونتادا تقريبا في تاريخ البطوله كلها، مش في تاريخ النادي الاهلي بس، يمكن لا في تاريخ البطوله كلها ما فيش فرقه عملت الاربع انتصارات متتاليه. نفس الامر برضو للفريق وفاق الصيف، رجع بس رجع حتى ما كانش نتاجه مدويه زي النادي الاهلي، رجع بتعادلين وفوزين، يعني ست مباريات اثنين هزيمه واثنين فوز اثنين تعادل، لكن النادي الاهلي كان هزيمه واحده وتعادل واحد واربع انتصارات، فالنادي الاهلي كان افضل. لكن وفاق الصيف الحلم بيكبر عندهم، بيكبر وده في حد ذاته دافع، ما كانش في حساباتهم طبعا. ولما تقرب قوي قوي قوي، يعني يمكن شويه هم قالوا خلاص الحلم ينتهي عند الوداد البيضاوي. الوداد البيضاوي افضل فنيا واكثر جماهيريا، ومباراه الذهاب في الجزائر ومباراه العوده في الضرب بيضاء، فبالتالي فرص الوداد افضل بكتير. وحتى لما كسبوا مباراه الذهاب 1-0 كان كل الناس شايفه ان الوداد قادر ان هو يعوض ويكسب 2 و3. لما عملوا ملحمه في ملعب محمد الخامس في الضرب بيضاء وتعادلوا، خلاص بقى هنا الحلم بقى بالنسبه لهم خلاص، يعني مش مجرد حلم، بهدف بيقاتلوا من اجله خلاص. يعني حتى اللغه هناك اختلفت، لغه الاداره، لغه اللاعبين كمان. يعني انا كنت بتابع لغه لاعبينهم او تصريحات لاعبينهم كلها تصريحات، يعني التصريحات اللي هي ايه المفترض او وجوبيه، لازم تقول كده في التصريح ده احنا هنقاطع، لكن دلوقتي لا، تصريحاتهم دلوقتي لا، تصريحاتهم مختلفه تماما. الاداره تصريحاتها مختلفه، الاعلام كمان هناك، يعني ساعه ماتش الوداد هم قال لك الدوله وصطيف يد واحده، يعني الجزائر نفسها كانت كمان واقفه المحافظ والوالي ورئيس مجلس الوزراء هناك دعم الفرقه قبل ما تسافر، ووزير الشباب والرياضه، فهم هناك خدوا العمليه حلم دوله، يعني خدوها حلم شعب وحلم دوله، وده كان عنوان استوقفنا كتير جدا، ان هو يعني وفاق الصيف حلم دوله. ده اكد لي يعني قد ايه المباراه دي بالنسبه لهم مش مجرد او البطوله بالنسبه لهم مش مجرد بطوله بيحطوها، لا ده تاريخ بالنسبه لهم. الانديه الجزائريه مش محظوظه في التاريخ البطوله دي، رغم ان الجزائر دوله كبيره جدا ومن الدول العظمى او القوى العظمى في افريقيا وفي شمال افريقيا، لكن هم في تاريخهم في البطوله دي قليل قوي مقارنه بالانديه التونسيه والانديه، طبعا الانديه المصريه طبعا المقام الاول، وبعد كده الانديه التونسيه. اخر بطوله افريقيه حققها تقريبا في 2014 بالظبط، كان وفاق عن طريق وفاق الصيف 2014 ولعب الاهلي في السوبر بالظبط، ولعب الاهلي في السوبر، دي كانت اخر بطوله. وحتى كمان البطوله كمان كان فيها صدفه، يعني حتى وفاق الصيف لما فاز بطوله 2014 برضه ما كانش مؤهل، ما كانش مرشح، دايما الفريق ما يكونش، يعني المفاجاه ان ما يكونش فريق مرشح. يعني وفاق الصيف احنا كلنا بنتابعه سنه 2014 عن بعد، ان احنا ما كانش فريق بطوله خالص، يعني لدرجه ان هم كانوا فريق مسار سخريه بلاده، يعني فريق لحد
ما رجع بالكاس كان لحد قبلها بيوم كان المسار لسخونه، يعني فريق لما بيقولوا عليه فريق الخرده ده فريق الخرده كان بيقولوا عليه فريق الخرده، وكان مسميين المدرب بتاعهم خير الدين مضوي اللي هو كان مدير السابق ده، كان مسمينه خير دينيو على يعني كلمه من خرده ومن رينيو، كان عاملين مصطلح خير دينيو. حتى قابلته انا قلت له ليه، قال لك دي سخريه، بيسخروا مني وبيسخروا من فرقتي لان احنا ما عندناش لعيبه كويسه، احنا بنغامر بمجموعه شباب وكده. ففجأة قوية برضو الصحافة الجزائرية طبعا قوية قوية عنيفة طبعا. يعني انا حتى لما سالته عن فريق الخرده قال لي احنا لقبنا فريق الخرده، انا كنت مستحي اقول له انتوا اسمكم فريق الخرده، قال لي لا ده احنا اسمنا وانا اسمي خردينيو اللي جاي برضو من الخرده وبتاع وكده. قال لك ان بيسخروا مننا بشكل كبير جدا، ما صدقوش غير لما رجعنا بالكاس. يمكن قال لك لينجن لحد ما شاف لعيبه وفاق سطيف بيرفعوا الكاس ما كانوش مصدقين ان فرقه وفاق سطيف ممكن تفوز بالبطوله. وراحوا كاس العالم وخدوا مركز خامس في كاس العالم 2014، دي كانت بدايه. لكن دايما وفاق سطيف الفريق اللي بيجي من بعيد زي ما بيقولوا، دايما الفريق ما يكونش مرشح بيجي من بعيد. وطبعا ان هو مثلا يبتدي بالخساره امام مازيمبا 4-1 دي خلتهم بالنسبه لهم البطوله انتهت قبل ان تبدا، لكن هو فجاه وصل بيهم مرحله ضد قبل النهائي، ومره ثانيه بيقابل النادي الاهلي في نصف النهائي بعد سنه 88. هم عندهم تفاؤل كبير جدا بذكريات الماضي زي ما كنا طبعا انتوا بتتكلموا عنها بقى لكم فتره، بتتكلموا على مواجهات تاريخ مواجهات الناديين. هم النهارده بيقولوا ان احنا نفسنا وفاق سطيف ده نفسه اطاح بكارترون لما كان مدير فني لفريق مازيمبي سنه 2014 دور قبل النهائي برضه نصف النهائي، كان هو مدير فني مازيمبي ونادي وفاق سطيف اطاح بيه. فهم متفائلين قوي بالموضوع ده، والحلم بيكبر زي ما الحلم يعني هم بالنسبه لهم بطوله افريقيا ده حلم كبير جدا، لكن بالنسبه للنادي الاهلي بقى هدف، هو هدف اساسي بالنسبه للنادي الاهلي هدف يعني دوري ابطال افريقيا لكل انديه افريقيا حلم، بالنسبه للنادي الاهلي غايه او وسيله لغايه اكبر اللي هي كاس العالم. يعني دايما النادي الاهلي بيبص لدوري ابطال افريقيا ان دي البوابه اللي انت لازم تاخدها عشان تروح كاس العالم بالظبط، لكن ما بقتش هي الغايه، بقت وسيله بس وسيله مهمه ووسيله كبيره. طيب خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز احمد كوان رئيس قناه النادي الاهلي الموجود في مقر النادي الاهلي بالجزيره، بيتابع تدريبات الفريق النهارده. يا احمد مساء الفل عليك. مساء السعادة عليك يا امير، ومساء السعادة على استاذنا الاستاذ علاء عزت وكل مشاهدي شاشه النادي الاهلي في كل مكان. طمنا يا احمد على استعدادات فريق النادي الاهلي للمباراه بعد غد ان شاء الله امام فريق وفاق سطيف، اكيد استعدادات قويه، قول لنا المران النهارده كان عباره عن ايه؟ خلينا ابدا معاك في البدايه كالعاده، انت فاهم قبل اي تدريب النادي الاهلي بيسبقه اجتماع خاص بالاداره الفنيه باللاعبين من اجل يعني حث اللاعبين على دورهم الكبير والثقه الكبيره اللي وصلت النادي الاهلي، وبقى ضغط في جماهير يا امير ان الفتره اللي فاتت الاهلي بقى يلعب نتيجه واداء، فخلاص بقى مطالب منه ان كل مباراه ينزل يشارك بشكل مش على بس على النتيجه لا كمان على الاداء، ان الجمهور خلاص بقى منتظر منك كل مره انك تكسب 4. بس في المرحله دي احنا عايزين نتيجه اهم حاجه يا احمد طبعا. بالتاكيد خلينا نروح معاك للتمرين، بدا مرام خفيف جدا من اللعيبه الاساسيين طبعا والمقيدين اخلاقيا، ومعاه كام فصل تمرين لجودين، بدا تمرين تخصصي للعيبه اللي بتشارك المقيدين بشكل رسمي في القائمه الافريقيه، وبعض اللاعبين الاخرين تمرينات نوعيه خفيفه تزداد على المباراه على المرمى كروسات عرضيه. لكن خلينا نبدا معاك على اللاعبين طبعا حابين نطمن عليهم خلاص. الاصابات طمني على الاصابات، اهم شيء عندنا في ميدو جابر سعد سمير عمرو السولية في اكتر من لاعب مصاب، قول لنا حاله المصابين ومين اقرب يا احمد ان هو يشارك في المباراه ان شاء الله. بالتاكيد امير عندنا جمله الاصابات، يعني مؤنس الاهلي بيواجه في الفترات الاخيره شاكك في هذه النقطه بالتاكيد، لكن هي القدر. هبدا معاك من سعد سمير، كان سعد سمير قبل بدايه المباراه كان قبل بدايه المباراه كان متواجد في الملعب بشكل جزئي، كان بيتمرن تمرين خفيف عشان بيستكمل العلاج الخاص بيه، بعد اثناء التدريب الرئيسي نزل سعد استكمل برضه تدريبه بجري خفيف حوالين الملعب، لكن اظن ان سعد سمير معاه اسبوع ويبدا يشارك بره المباراه خلاص. بالنسبه لعمرو السولية برضه نزل النهارده كان ليه ظهور في التمرين الرئيسي ولكن مش بشكل رسمي، كان برضه منفصل يا امير في راح حوالين الملعب بشكل خفيف، بعد كده كان في بعض التدريبات اللي هي الخاصه بالتقويات كانت مرتبطه بيه مع الجهاز الطبي. برضو هكلمك عن نجيب رابع جلساته اليوم، كان اهمها تقويات على رجل الشمال اللي اصيب فيها في مباراه حريه كوناكري هناك، دخل بعدها في جلسه حمام السباحه معاه 3 اسابيع ويبدا يشارك بشكل جزئي، ثم بعد كده يبدا يشارك بشكل رسمي في اساسيب والمران الرئيسي. ميدو جابر شارك برضو بس على استحياء بشكل خفيف برضو امير، لسه برضو
اعتقد هيكون مش بعيد عن الحظوظ. ما شاركش خالص في التدريبات في اي فقره من التدريبات؟ نعم ما شاركش، لا كلهم امير موجودين ولكن بيتمرن بشكل منفصل. انت هو كان بيقول ان ميدو اقرب شويه لكن لسه لحد الان طبعا برضو بعد التمرين، لان التمرين اللي شغال امير ممكن بشكل نهائي علينا في القايمه اكيد طبعا في مدربات مع الزملاء، لكن لحد الان انا شايف ان ميدو بعيد ان هو يشارك في مباراه القادمه. اما بالنسبه لاجاي كان في ظهور النهارده جديد، ده كان مفاجئ بالنسبه لنا. اجاي بدا يكون موجود بالان لو شفت خلاص خرج بقى من حالته في تحسن مستمر. الحمد لله بدا يظهر النهارده اتمرن تمرينات مفصله وجزئيه خاصه بيه. لكن طبعا احنا سعداء، لكن هو معاه لسه وقت برضه غير عشان نكون صراحه. طبعا التدريب لسه شغال، بعض التدريبات طبعا مش هنتكلم عليها عشان المنافس، طبعا تدريبات متخصصه خاصه بيه طب كلمني يا احمد عن الحاله المعنويه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي وهم خلاص مقبلين على مباراه مصيريه في بطوله دوري ابطال افريقيا. بالتاكيد عاوز اروح معاك للحاله المعنويه زادت قوي بوجود الكابتن الخطيب. الكابتن الخطيب متواجد النهارده. متواجد لمتابعه التمرين قبل الاخير ويتابع التمرين من خارج الخطوط. وكان عاوز اقول لك ان اللعيبه كمان جديه كبيره جدا، وانا شايف قدام عيني تنافس شرس يعني اللعيبه بينها وبين بعض، مباراه كبيره جدا داخل التمرين بيلعبوا جديه جدا كل التعليمات اللي بيقدمها مثل الكابتن ومساعديه. عاوز اقول لك كل الحماس كل التركيز والثقه باين قوي على شكل لعيب. تمام احمد، الخط قطع يا جماعه. طيب الخط قطع مع احمد كوهان مراسل قناه النادي الاهلي. يعني اعتقد استاذ علاء طمنا بشكل كبير جدا عن الفريق، لكن الاصابات هو اللي واضح ان الاصابات النادي للاسف السولية وميدو جابر وسعد سمير مش هيلحقوا المباراه، هي انها تبقى نفس قائمه النجم الساحلي. قائمه النجم اللبناني. يعني كنا نامل ان حد يدعم الفرقه ثاني، لكن الاهلي بمن حضر وما بقتش جمله خلاص، ما بقتش شعار خلاص. النادي الاهلي اكتر من 100 مره برهن ان كلمه وجمله من حضر دي، الاهلي بمن حضر دي بقت حقيقه واقعه. احنا شفنا الاهلي بيغيب اجاييه. احنا زمان كنا ممكن لو في ظروف طبيعيه او في ظروف عاديه جدا رجعنا سنين ورا، كنا ممكن دلوقتي اصابه واحد زي ميدو جابر او عمرو السولية او سعد سمير كانت تبقى حديث الصباح والمساء يعني في وسائل الاعلام، وكان يبقى في انزعاج وبتاع. لكن شوف انت بتتكلم مثلا عن غياب 5 لاعبين مثلا اجاييه، لكن ما تحسش ان في مشكله. دي ميزه بصراحه عملها مستر باتريس كاشديرو. دي نقطه اللي انا يعني الموضوع ده احنا كنا بنعاني منه الفتره اللي فاتت، بالتحديد الموسم اللي فات لما بيغيب لاعب مؤثر في الفرقه ما كانش بيبقى فيه البديل المطلوب بشكل. شوف بص يا امير، انا كنت مع الاهلي في غينيا ولما نزلت الامطار بالشكل الرهيب اللي هو في التمرين الاخير، مباراه حريه كوناكري المباراه الاخيره حريه كوناكري في التدريب الاخير نزلت الامطار بشكل فظيع، سيول واللعيبه كانت بتشتكي بارضيه الملعب. فانا اقتربت من مستر كرتون عشان اعرف هل هو عنده شكوى. الراجل ما بيشتكيش خالص، يعني الراجل ما عندوش حكايه الشكوى اللي هو تصدير الازمه مبكرا. يعني دايما في مدربين وفي كتير جدا من المدربين دايما بيحاولوا يوحولك انت بالصعوبات قبل المباراه ما تلعب، عشان انت نفسك تكون كعلامه تلتمس له العذر لما يخسر. لكن الراجل ده انا عمره ما شفته بيشتكي ولا من درجه الحراره هناك، ولا تصريح ليه انه يشتكي من حتى في المؤتمر الصحفي قبل المباراه ما اشتكاش من درجه الحراره، ما اشتكاش من سوء ارضيه الملعب، ما اشتكاش من المناخ ولا من غيابات لعيبته. الراجل دايما بيتكلم على الظروف المتاحه ليه وبيتكلم بواقعيه على المكان المتاح ليه، وده بيدي ثقه كبيره جدا للاعبين البدلاء كمان. هم يعني اللاعبين اللي بيكونوا متواجدين كبديل للاساسيين اكيد مثلاً. اكيد وده لما يلاقي المدرب طبعاً مش بيشتكي دايما من اصاباته كمان من ده، لا هيحس بثقته في نفسه فهيأدي. ليه المدرب اللي بيشتكي من ظروف بيدي للاعب مبرر وعذر للاخفاق بالظبط. وعشان كده انا كنت سعيد جدا ان الاهلي اتعاقد مع كرتون، لان كرتون جاي من ادغال افريقيا، جاي من مازيمبي، يعني مدير خاض التجربه الافريقيه، خاض تجربه يعني شرسه جدا، لعب في كل الملاعب الصعبه دي. عشان كده الراجل بالنسبه له اجواء افريقيا عاديه جدا. لكن انا في مدربين اجانب في النادي الاهلي انا عصرتهم وسافرت معاهم، بمجرد بس ما بيعرفوا مجرد بس مركبوا الطياره ويعرفوا ان مده الرحله 7 ساعات او 8 ساعات، شوف كم الانزعاج اللي بيحصل لهم، كم الانزعاج، وتلاقيه من اول رحله متوتر لمجرد بس عارف ان الرحله تاخد 6 ساعات، او عشان الاهلي يوصل مثلا اي دوله في افريقيا هياخد 6 ساعات وترانزيت، وتلاقيه طول الرحله بيشتكي من الظروف ودايما متوتر ومنزعج عشان تصريحاته كلها في الاتجاه. لكن الراجل ده بصراحه من ساعه ما جه انا ما شفتوش ولا مره عذر، حتى لما الاهلي بيجيب نتيجه سلبيه ما بشوفوش عذر، يعني ولا بيتكلم على ارضيه ملعب، ولا راجل واقعي جدا.
عشان كده انا من بدايه لما الاهلي اختار كارترون انا قلت ده اختيار موفق جدا جدا للنادي الاهلي, لان دايما لما تحب تجيب مدير فني ويكون واقعي لازم يكون عاش نفس التجربه, وده عاش في ظروف اصعب من اللي عند مستر بيترس طبعا. طيب عايز اتكلم على العناصر اللي ممكن ترجح كفه النادي الاهلي في المباراه دي من وجهه نظرك يا استاذ علاء. الجماعيه, النادي الاهلي الجماعيه النادي الاهلي رجع لفتره, يعني في فتره كتير جدا الاهلي كله نجوم, لكن وفي عز النجوم دي كلها موجوده كان الاهلي بيفوز بلعب جماعي, يعني حتى الفتره الذهبيه اللي وجيه بركات وابو تريكه كان صعب جدا تقول مين الافضل. دي نفس الفتره دلوقتي النادي الاهلي هو فريق الفريق النجم الواحد او فريق الجماعي, عشان كده ما بتشوفش كلمه نجم مباراه دي كتير قوي في النادي الاهلي دلوقتي. يعني دلوقتي ممكن تشيد باداء اكتر من لاعب في اكتر من مركز, ما فيش دلوقتي النجم الواحد. يمكن شويه في عناصر خبره موجوده في النادي الاهلي. انا عايز اتكلم عن وليد سليمان بصراحه. وليد انا عارف ان انت قريب منه كمان. وليد بصراحه لعيب بادي الموسم بشكل اكثر من رائع, يمكن السنه اللي فاتت واللي قبلها ممكن البعض كان بينتقده شويه, لكن السنه دي بادي الموسم بشكل جيد جدا. بص يا امير, انا هكون صريح معاك وليد سليمان ضحيه السوشيال ميديا. وليد سليمان مش هو اللاعب الكاريزما, مش ده اللاعب اللي هو الجمهور بيدور عليه. يعني هو اتظلم كتير جدا الفتره اللي فاتت, اللي كان فيه وجود نجوم كاريزما في النادي الاهلي. يعني كان في حسام غالي نجم في السوشيال ميديا مهم جدا, عبد الله السعيد, عماد متعب, كان في نجوم كتيره جدا. مهما وليد سليمان كان عامل في الملعب او مهما كان ليه دور ايجابي جدا في فوز النادي الاهلي, ممكن وليد سليمان السوشيال ميديا تحتفي بيه اثناء المباراه وبعد المباراه لمده ساعه, لكن بعد كده خلاص بتنساه. مش هو ده, مش ده الحاله, او مش ده النجم اللي تلاقيه موجود متصدر السوشيال ميديا على مدار الوقت يعني او طول الوقت. لا, ده النجم اللي هو الجمهور بيحتفي بيه ويمجده, اللي هي الساعات بعد الانتصار. يعني زي ما شفنا مثلا بعد ماتش النجم اللبناني الناس تطلع تحتفل بوليد سليمان, ماتش حريه كوناكري الناس تطلع تتكلم على وليد سليمان. لكن مش هو الحاله اللي هو المستمره, مش هو ده اللي عنده جماهيريه السوشيال ميديا اللي دافع عنه على طول عمال على بطال, او موجود في السوشيال ميديا ليل ونهار. مجرد ما تفتح اي موقع تلاقي وليد سليمان. لا, ده مش موجود عند وليد سليمان. هو مظلوم جدا في السوشيال ميديا, ظلمه جدا واعلاميا طبعا مظلوم. هو كان بيشعر بشيء من الموضوع ده. لكن وليد دلوقتي اعتقد ان يمكن, مش عايز اقول القدر ساعده او الظروف خدمت وليد دلوقتي ان هو يظهر في هذا التوقيت انه يكون نجم الشباك الاول. يعني طبعا موجود في نجوم كبيره جدا في النادي الاهلي, لكن روح وليد سليمان وأداؤه القتالي في الملعب وأرضية الملعب دي بتخليه شوية مميز عن باقي اللاعبين. يعني معاه أحمد فتحي يمكن أكتر اتنين الناس في النادي الأهلي بيرسخوا لروح الفينة الحمراء دلوقتي بقت موجودة في أحمد فتحي وليد سليمان تحديدا, عشان كده ليهم مكان خاص عند الجمهور. يعني دايما الناس لما بتشوف أحمد فتحي هو بيقاطع على كل كورة, ودي كانت واحدة من ضمن اهم اسباب نجوميه حسام غالي, الروح القتاليه اللي عنده في الملعب دي هي اللي عملت له الشعبيه الجارفه دي. دلوقتي موجوده دلوقتي عند احمد فتحي, طبعا موجود عند احمد فتحي من زمان, لكن وليد كمان ابتدت الناس تبص له ان هو ده اللي بيقاتل لاجل النادي الاهلي, اللي هو مثلا بيبقوا عارفين انه عنده اصابه لكن يلاقوه موجود, حتى لو مش هيبتدي اساسي ممكن يشارك في مباراه ويصنع فارق, وبيبقى ليه دور كبير جدا. فاعتقد ان الظروف خدمته شويه الفتره دي, احداث مباريات كبيره, بطولات كتيره, كمان بيلعب كمان اساسي طبعا. والفتره اللي فاتت كان دايما وليد هو التغيير الاول في النادي الاهلي بغض النظر عن النتيجه وبغض النظر, لكن دلوقتي وجوده, وهو كمان هو حاسس بدي قوي, هو حاسس قوي 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 دلوقتي ان هو مظلوم شويه. لا, حاسس ان عليه عبء او ان هو الجمهور محمله مسؤوليه ان الفرقه تبقى كويسه او ان النادي الاهلي يحقق بطوله, وده شيء ايجابي جدا. طيب خلينا نروح بسرعه للجزائر وناخد مداخله هاتفيه هامه جدا مع الاعلاميه ليلى بن فرحات مقدمه البرامج في التلفزيون الجزائريه. استاذه ليلى, مساء الفل عليكي وتحياتي ليكي. مساء الخير زميلي امير, ومساء الخير لكل الجمهور المصري العريض اكيد المتابع لقناه الاهلي او حتى المتابع لكل اخبار النادي الاهلي المصري وكل الانديه المصريه التي تشارك في مختلف اكيد المنافسات القاريه والاقليميه. طيب اكيد طبعا بنرحب بيكي, لكن عايزين نتكلم في البدايه عن يعني كيف يتناول الاعلام الجزائري مباراه الاهلي ووفاق ستيف, هذه المباراه الهامه في قبل نهائي دوري ابطال افريقيا.
أكيد طبعا وفاق الصيف، لما نتحدث أخي أمير على وفاق الصيف، وفاق الصيف هو اكتسب مع مرور الوقت تلك الكاريزما الإفريقية، تلك البنية الإفريقية بحكم أنه متوج بلقب 2014، يعني هو من أصحاب اللقب الإفريقي، يعني أرقى وأثمن منافسة إفريقية قارية هكذا. اليوم وفاق الصيف هو فيما يخص ترتيبه في الدوري الجزائري هو ترتيب مهم، يعني هو مركز خامس أوكي، لكن منقوص من عدة مباريات يعني متأخرة بحكم المشاركات الإفريقية. اليوم أيضا وفاق الصيف الإعلام الرياضي الجزائري بصفة خاصة يعطيه ويوليه أهمية كبيرة جدا لسبب واحد، أن بداية بلغ الدورة النصف النهائي، يعني الشهية تأتي مع الأكل هكذا. أكيد. ثانيا بحكم أنه أقصى من أقصى البلاد البيضاوي هكذا بطل البطولة اليوم فعلا حامل اللقب الموسم الماضي، يعني كل هذه المعطيات توحي بنتائج طيبة جدا في الأفق. واليوم المباراة التي سيقوم بها الوفاق، وفاق الصيف ممثل الجزائر في هذه المنافسة الثمينة، سيواجه عملاق آخر من عمالقة كرة القدم المصرية، يعني تاريخه يتحدث عنه ليس نحن من نتحدث عنه، وبالتالي فهي مباراة كبيرة جدا سواء في ذهابها أو في إيابها، يعني تحمله أو تحمل كثير من المعاني. هذه أولا. ثانيا حتى العلاقة، والله صدقني يعني أمير العلاقة طيبة جدا، الكل يتحدث عن هذا الفريق المصري بطريقة رائعة جدا، يعطيه قيمته الحقيقية سواء كانت الكروية وحتى على المستوى، يعني لأنه يمتلك ربما قلت هو الآخر كاريزما إفريقية على غرار تقصيف، ويمتلك سجل ثري جدا. طيب الجمهور الجزائري وبتحديد جمهور فريق وفاق الصيف، هل شايف ان فرصه اصبحت اكبر دلوقتي لتحقيق هذا اللقب، وخصوصا ان هم تخطوا زي ما حضرتك قلت كده فريق الوداد، لكن في المقابل هيقابلوا فريق قوي جدا وهو النادي الاهلي اللي عنده خبرات افريقيه كبيره جدا، هل هم خلاص شايفين فرص فريق وفاق الصيف كبيره في تحقيق اللقب ده؟ لا، يعني لو نتحدث عن الأهلي المصري أكيد أن الجمهور الرياضي الجزائري والشارع الجزائري يعي جيدا كبر المسؤولية، ويعي جيدا صعوبة المهمة التي تنتظر وفاق الصيف، لأنه لو نعود نوعا ما إلى الوراء نشاهد ونقيم نوعا ما مشوار وفاق الصيف في بداية تصفيات أو دور المجموعات بالنسبة لهذه المنافسة القارية الإفريقية، البداية كانت محتشمة نوعا ما أمام الدفاع الجديدي وحتى قبلها، يعني أمام تيتي مازامبي وحتى مولودية الجزائر كان يعني بداية محتشمة، حتى يعني في البداية كان كلنا نتوقع منه ربما الخروج المبكر من هذه المنافسة القارية أوكي. يعني البداية لم تكن موفقة كثيرا ولم تعطي ذلك، مش بداية ما كانتش قوية بالنسبة لفريق وفاق الصيف. فعلا، لكن ربما منعرج المنافسة، منعرج المشاركة، ومنعرج ربما التفكير في إلى أين أو أين سيصل تخطيط، هو اللقاء الأخير الذي كان أمام الوداد البيضاوي، يعني أنك تقفي حامل اللقب في حد ذاته يعطيك تلك الشهية، يعطيك ذلك ربما الطموح في مواصلة المشوار، وبالتالي لا يمكن أن ننكر ما قام أو الأداء الذي قدمه اللاعبين على غرار حارس مرمى، يعني زغبة الذي أدى مباراة بصراحة عمل مباراة رائعة جدا أمام فريق الوداد بصراحة. فعلا وحتى أيضا ربما ما يختلف اليوم، يعني حتى راح نعطيك أو نقول لك ربما أمور جديدة، يعني في شخصي ربما قبل الانتدابات، ربما قبل الميركاتو الصيفي كان الفخصي بوجه آخر، لكن التغييرات التي أجراها المدرب رشيد الطوسي والانتدابات التي قام بها رئيس الفريق حسن حمار، يعني كانت انتدابات نوعية أعطت تلك الدفع الإيجابي والمعنوي والبسيكولوجي والوثبة البسيكولوجية لفريق الفخصي، يعني خول له اليوم أن يلعب ربما براحة كبيرة خاصة بعد فوز قتلك والتأهل الذي حققه على حساب الوداد البيضي. هذا لا يعني أننا نقلل من قيمة الأهلي المصري الذي لديه هو الآخر كل الإمكانيات وكل الفرص ولديه، ولا يمكن أن ننسى أيضا أن البداية والشوط الأول يلعب على أرضه وبميدانه، وبالتالي كل شيء ممكن في كرة القدم. هذا يؤكد أنه لا يجب أن يدخل أي فريق من الفريقين سواء الوفاق الفقصيب أو حتى الأهلي المصري، لا يمكن أن يدخل في عامل السهولة، لأن كل فريق لديه ربما ميكانيزمات خاصة به ولديه ربما معطيات خاصة سيخرج أوراقه في الوقت المناسب.
طيب انا عايز استغل تواجد حضرتك معايا وعايز اخد رساله للجمهور المصري وجمهور النادي الاهلي وايضا رساله للجمهور الجزائري وجمهور فريق وفاق سطيف قبل هذه المباراه اللي هامه جدا. والله الرساله يعني قلتها سابقا وسابقا وقلتها اليوم وساقولها ايضا غدا، كره القدم فنعرف جيدا ان الرياضه تصلح ما تفسده السياسه، هكذا يقال دائما. بالضبط. لكن كان العكس في حاله المنتخبين، لانه ربما البلدين شقيقين، واليوم اريد ان اقولها ان كره القدم مجرد كره القدم، واليوم فهم الشعبين وفهم انصار الفريقين وانصار المنتخبين وكل الانصار انصار كره القدم الجزائريه وايضا كره القدم المصريه، فهموا جيدا أن العلاقه اكبر من ان طبعا ربما فقط مجرد نزوه في كره القدم او نزوه مناصر، يعني اليوم مثلا الاهلي المصري او منتخب مصر لما كان في كاس العالم، اول المشجعين للمنتخب المصري اكيد هم الانصار الجزائريين، هكذا يعني. اليوم كرة القدم نريدها أن تجمع بين أو تجمع بين المنتخبات والشعوب وأن توحد لا أن تفرق، واليوم أعرف جيدا ما يقوله اليوم أنصار الوفاق الطائفي وحتى أنصار الأنصار الجزائريين، هم يعطون الأهلي المصري كل قيمته ويتحدثون عنه صدقني والله العظيم بكل خير ويتمنون أن يصل فريق أكيد عربي أن يتوج أكيد بهذه إن شاء الله العريقة. طيب أخيرا توقعاتك بقى للمباراة إيه؟ صعب جدا صعب جدا أن أتوقع، أكيد يعني أتمنى هو الأحسن سيفوز أكيد، الأحسن فوق أكيد. الميدان والأحسن تموقع فوق الميدان، لكن أكيد أن أتمنى أن يوفق الفريق سطيف ويعيد وإحنا بنتمنى الأهلي هو اللي يكون موفق بصراحة أكيد والله العظيم يعني الأحسن فوق الميدان سيفوز والله صدقني إن شاء الله بإذن الله. أستاذة ليلى بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة والهامة جدا، طبعا كان معنا الإعلامية ليلى بن فرحات مقدمة البرامج في التلفزيون الجزائري وكلمتنا عن الأجواء هناك في الجزائر قبل هذه المباراة مباراة الأهلي وفاق سطيف. لسه مكملين طبعا مع أستاذ علاء وكنا بنتكلم عن وليد سليمان وتألقه مع النادي الأهلي الفترة اللي فاتت دي وهو حاسس إن هو قائد الفريق في المرحله دي مع بجانب طبعا اللاعبين الكبار سواء حسام عاشور وشريف اكرامي وبقيه اللاعبين، لكن بشكل عام على فكره وليد وحسام عاشور كانوا من ضمن سبعه لعبوا وفاق سطيف سنه 2015 يعني قائمه الاهلي موجوده دلوقتي في سبع لعيبه منهم راحوا الجزائر سنه 2015 كان شريف اكرامي كان شريف اكرامي كان فبراير كان شريف اكرامي وكان سعد سمير ومحمد نجيب وصقر رحيل ووليد سليمان وحسام عاشور، دول كانوا السبعه اللي كانوا موجودين مع النادي الاهلي وقتها، فيعني كويس ان في منهم خمسه على الاقل موجودين دلوقتي. الخبرات بتبقى مهمه طبعا مهمه في مرحله كمان زي دي لما تروح تلعب مباراه العوده هناك تاني مع نفس الفريق وفي نفس الاجواء خلاص انت بقى خدت صدمه او خدت زي ما بيقولوا الخضه دي خدتها انت قبل كده زي ما تكون طعمت ضد حاجه ضد مرض قبل كده فبالنسبه لك خلاص انت دلوقتي لعيبه النادي الاهلي لما يكون سبعه منهم قبل كده راحوا لعبوا في نفس الملعب ونفس الاجواء وقدام نفس الفريق خلاص بينقلوا بقى خبراتهم لزمايلهم ودي شفناها مع النادي الاهلي ما شاء الله حتى اللعيبه الصغيرين اللي انضموا للنادي الاهلي حديثا استوعبوا الامور دي بسرعه ابتدوا يندمجوا بسرعه جدا مع الاجواء الافريقيه شفناهم ازاي بيلعبوا في بطوله عربيه وبطوله افريقيه ازاي بيغيروا الاجنده بسرعه بتفكيرهم طموحاتهم بتتغير فجاه يكون بيلعبوا بطوله محليه بعد كده فجاه بطوله افريقيه بعد كده بطوله عربيه وبيكسبوا في ثلاثه ده ما شاء الله عليهم دي خبرات كبيره جدا بيكتسبوها لعيبه النادي الاهلي بسرعه شديده جدا. طيب قبل ما اروح اشوف ردود افعال الجماهير معانا على صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا عايز اسالك عن كابتن محمود الخطيب واهميه زيارته للفريق النهارده زي ما قال لنا احمد كوان كده مراسل قناه النادي الاهلي وزميلنا ان هو كان متواجد مع الفريق في الملعب النهارده واكيد ده شيء بيكون تحفيزي بالنسبه للفريق. لا هو بيقول اللي بيقول للعيبه ان الاداره كلها معاكم ان ان ان, إن النادي الاهلي كلها معاكم لان هو الكابتن الخطيب بيمثل النادي الاهلي مش بيمثل نفسه كرمز كبير للكره المصريه او اسطوره للنادي الاهلي هو بيمثل كيان النادي الاهلي كله فهو بيوصل رساله للعيبه النادي الاهلي بيقول لهم النادي كله معاكم النادي ممثلا فيا انا بنقدم لكم كل الدعم المادي والمعنوي ما شاء الله النادي كمان ما بيتاخرش يمكن شويه يمكن لو كنت بس رصدتوا رد فعل الايجابي لعيبه النادي الاهلي لما
راحوا بطياره خاصه غينيا، قد ايه لعيبه النادي كانوا ممتنين جدا لاداره النادي. تمام. لما أكيد. كمان لما سمعوا كمان ان الرحله العاديه هتوصل بعد وصولهم بثمان ساعات، وكانت طلعت قبل رحله الاهلي بثمان ساعات، يعني 16 ساعه فرق. لما عرفوا ان لسه الطياره هتيجي بعد ثمان ساعات اللي هي اتحركت من اديس ابابا، كانت قبلها قد ايه لعيبه الاهلي كانوا ممتنين للاداره، كانوا بيشكروا السيد عمرو فاروق رئيس البعثه، كانوا بيشكروه جدا على، يمكن كانوا حريصين ان هم بيوصلوا الشكر عن طريق السيد عمرو فاروق لاداره النادي الاهلي. لا دي التحفيز، رساله زياره تحفيزيه، رساله مهمه جدا. الكابتن الخطيب بيقول لهم مش لوحديكم، احنا كلنا معاكم، وان شاء الله باذن الله يكون الجمهور معاهم ان شاء الله المره الجايه. ولعيبه النادي الاهلي الحاجات زي دي بترفع الروح المعنويه، لكن لعيبه النادي الاهلي اكيد مدركين خلاص باهميه المرحله. اكيد المرحله بالظبط. طيب نروح نشوف ردود افعال جمهور النادي الاهلي على مواقع او على صفحات القناه الرسميه على السوشيال ميديا. خلينا نبتدي بفيسبوك. ملك ميدو قال طبعا السؤال في البدايه كان ايه الهتاف اللي هتشجع بيه النادي الاهلي في مباراه وفاق ستيف يوم الثلاث. ملك ميدو قال العب على البطوله بروح الابطال، العب برجوله، متعه الكوره، افريقيا الكبار وانت الاسطوره. هتاف شهير طبعا. حسن عبد الجياد قال الاهلي فوق الجميع. احمد نصار قال جمهوره ده حمايه الحلوه والمره معاه، افريقيا يا اهلي. راجي علي قال افريقيا يا اهلي. هيثم عبد العزيز قال العب يا اهلاوي على الفوز دايما ناوي. عبد الله الاهلاوي قال ان شاء الله الاهلي بطل افريقيا، الله مع الاهلي. ايمان عبد الناصر قالت اهلاوي انا والفخر ليا. محمد محمود قال الثالثه شمال بتهز جبال. احمد ابو النجا قال انصرنا يا الله. محمود عبد الحفيظ قال نرجو من الجماهير الاهلاويه ان يهتفون هتاف حضاري حتى يعطوا مظهر جميل في الملعب والمسانده للفريق فقط للتخطي به ووصوله للنهائي وفوزه بالبطوله ان شاء الله. غاده عبد الرؤوف اهلاوي انا والفخر ليا. احمد حماده العب برجولة، متعة الكرة، أفريقيا الكبار وانت الأسطورة. أحمد حجازي قال العب يا أهلي، أفريقيا يا أهلي، وتعالى تعالى تعالى نكسب أفريقيا يا رب إن شاء الله. نروح تويتر نشوف عبد الله قال أهلاوي أنا والفخر ليا. خالد أحمد قال حارب على البطولة بروح الأبطال. عصام قال جمهوره ده حماية على الحلوة والمرة معاه. أحمد زيكا قال 11 راجل في الملعب 90 دقيقة على المكسب. أحمد المرسي عمري ما أحب غير الأهلي ولا في غيره بيفرحني. فاتن عبده قالت يا ريت كل الجمهور اللي هيروح الاستاد يكون هيشجع الفريق وبس بدون أي سب لأي حد. ما فيش حد أصلا يستاهل إن جمهور الأهلي تطلع منه كلمة وحشة علشانه، الأهلي وكفى. احمد عادل قال حارب على بطوله بروح الابطال، متعه الكوره، افريقيا الكبار وانت الاسطوره. اكرم محمود الاميره بتناديكوا، التسعه الله يخليكوا. احمد صالح تعالى 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 نكسب افريقيا، تعالى 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 نكسب افريقيا. فتحي ابو اسماعيل قال جنوني هيفضل حتى مني حته مني والاهلي هيفضل للدوام. حسن عبد الكريم قال يلعب برجوله، متعه الكوره، افريقيا للرجال. محمد جمال قال التسعه يا ابطال. نروح على انستغرام. علي نور قالت تلت شمال بتهز جبال وانا بشجع الاهلي من السودان. مريم قالت عايزين شويه رجوله بنلعب على البطوله. طبعا يعني جمهور النادي الاهلي اكيد عارف اهميه هذه المباراه وكله بيتمنى ان شاء الله فوز النادي الاهلي، لكن جمهور النادي الاهلي اكيد عنصر مهم جدا في المباراه وحضوره. 10,000 تقريبا هيكون ان شاء الله متواجدين في المباراه. حابب تقول ايه لجمهور النادي الاهلي قبل مباراه مهمه زي دي؟ يعني عايز اقول ان عايزين نطوي صفحه حريه كوناكري، خلاص انتهت بكواليسها خلاص. يعني لو كان في رساله حبيت توصلوها، رساله وصلت بغض النظر، نرفض ان الرساله توصل بهذه الطريقه، كنا بنرفضها جدا لان الرساله اصلا بالظبط كانت موجوده وكانت أكيد. معروفه أكيد. ما كانش في لازمه ان احنا توصل بالشكل ده. عايز اقول لكم الاتحاد الافريقي بيقدر النادي الاهلي جدا جدا جدا، ومش عايز اقول ان، لكن قيمه النادي الاهلي بتظهر في الاتحاد الافريقي بشكل كبير جدا. يعني الاتحاد الافريقي بيعظم من قيمه النادي الاهلي، ما بيحاولش دايما ان هو حتى في عقوباته، حتى في العقوبات مع النادي الاهلي بيكون دايما بيراعي تاريخ النادي وسلوك النادي وماضي النادي وكده، فبتكون عقوباته، يعني العقوبه دي اعتقد انها عقوبه مخففه. يعني انا شايف ان يعني كان لو كان في نادي اخر كان ممكن العقوبات تغلظ. شايف ان طبيعي وقع النادي الاهلي عقوبه؟ طبعا طبعا. وخلي بالكم كمان المراقب المباراه الجايه في مباراه الاهلي سوداني مد شمس الدين، يعني فاهم اللغه طبعا، وراجل تقريبا عايش في مصر طول عمره تقريبا.
بلاش تفديه خلاص رسالتكم وصلت. برضو بقول بغض النظر عن طريقه فحوى الرساله او ان الرساله كانت مرفوضه، لكن الطريقه طبعا دايما، لكن خلاص احنا دلوقتي مرحله جديده، احرصوا على النادي الاهلي اكتر من كده شويه، دعموا النادي الاهلي عشان يلعب مباراه نهائيه على ارضه ويلعب السوبر باذن الله، لما يكسب بطوله نلعب بصوره ارضيه. ما تحرموش النادي الاهلي، ما تحرموش نفسكم من متعه ان احنا نلعب النهائي على ارضنا، ان قدر الله حصل اي حاجه ثانيه ممكن الاتحاد الافريقي ياخد عقوبات جديده اكيد، واحنا عايزين نلعب على ارضنا، لان وجود النادي الاهلي يلعب باذن الله يلعب ذهاب النهائي في افريقيا باذن الله على ارضه ده شيء مهم جدا في وجود جمهور، وان شاء الله كل عدد اكبر من كده بكتير ان شاء الله يكون. والمباراه دي برده يا استاذ علاء يعني تحتاج من الجمهور انه يركز مع اللاعبين في الملعب، يعني اللاعب دلوقتي لما يسمع هتفاد عن حد معين لا يعني هو عايز اللي يشجعه، عايز اللي يشجعه عشان شاء الله دايما يعني شوف جمهور الاهلي بمساندته الرهيبه دي، لكن دايما دايما انا بقرا ان جمهور شمال افريقيا هو الاكثر ذكاء في مؤازره فريقه. جمهور شمال افريقيا امير، وانت طبعا اكيد رحت كتير جدا، عينيهم على الملعب دايما يعني، وتاثيرهم الحماسي وازاي ممكن ياثروا على الفريق المنافس بهتافاتهم او حتى بالزوم بتاعهم يعني، وعلى الحكم وبتشوف ازاي على التحكيم يعني. لكن احنا احنا ممكن جمهورنا مثالي وبيشجع بطريقه ايجابيه وبيشجع على طول، لكن اقصد ان انا بتمنى من جمهور الاهلي ان هو يتابع المباراه شويه، لانه لما يتابع المباراه شويه ممكن يزوم يعني، مثلا لو شاف ان الحكم مش يومه مثلا مش يومه او مش فير في قراراته، ضغط جمهور النادي الاهلي بيخلي الحكم يفوق يعرف ان هو غلط مره واثنين وثلاثه يعني، ودي شفناها في كتير جدا كتير. بنشوف ازاي لما الفرقه المنافس بتوصل خط الوسط يعني بتوصل نص ملعب الفرقه بتاعتهم ازاي بيزوموا عشان يوتروا اعصاب اللعيبه الثانيه، ازاي انت لما بتهاجم بيكونوا دعم ليك بالزبط. انا اتمنى من جمهور النادي الاهلي بجد يعني انتوا رائعين وانتوا بتشجعوا النادي الاهلي بشكل حماسي يعني يعني بطريقه بتخلينا كلنا بنقشعر يعني واحد بالظبط طبعا، لكن انا اقصد انكم خليها لكم على الملعب دايما، خلوا هتافاتكم مرتبطه بالاداء ومرتبطه بالسيناريو المباراه نفسها ومسانده الفريق دي اتمناها انا يعني. دايما بارى ان جمهور شمال افريقيا هو الجمهور الاكثر تاثيرا اثناء المباراه نفسها، انه فعلا اذا كان بيقول ان الحكام بتجامل اصحاب الارض في بطوله افريقيا، فانا بعتقد ان الجمهور بيكون عامل اساسي بالضغط على التحكيم. انا حضرت ماتشين الاهلي والوداد هناك في المغرب في كازابلانكا في ملعب محمد الخامس، الماتش اللي في الدوري المجموعات وماتش النهائي. الجمهور بصراحه بتاعهم يعني بيلعب على العناصر اللي بتواجه فريقه بطريقه طبعاً قويه طبعاً جدا طبعاً بتاثر طبعاً بشكل كبير وبتدي رعب كمان للفرق. يا امير ده الاهلي لما كان بمجرد الاهلي ما يعدي خط الوسط بس خط الوسط بيبقى خلاص بيعتبروا ان دي هجمه خطيره، فبالتالي بيزوموا على النادي الاهلي وبيزوموا على التحكيم. الكره لو ما اتحسبش بيحطوا الحاجه تحت ضغط غير عادي بالزبط. لو ضربه ركنيه بس ما اتحسبتش. احنا اللي بنشجع لكن حتى في افريقيا ابتدوا يعملوها يعني، شفنا الحكم التونسي السريري اللي حكم مباراه الاهلي وحريق النكر هناك. الحكم ده انا بعتبره ده بطل، لانه اتحمل ضغط غير عادي من جمهور غينيا الشوط الثاني كله تقريبا، الحكم بيسب وبيتشتم وعليه ضغط غير عادي طوال المباراه، ورغم ذلك انت عارف الشوط الثاني كانوا بيطالبوا باكثر من ضربه جزاء، كانوا بيطالبوا باخطاء، ورغم ذلك كان صامد، لكن الجمهور بتاعهم عمل ضغط لدرجه ان الشوط الاولاني كان فير جدا جدا جدا، في الشوط الثاني ابتدى لا الالتحام كان شويه ما كانش بيحسب كل الالتحام ضد النادي على لصالح النادي الاهلي، كان بيفوت شويه بيجامل الفريق صعب الارض شويه، لكن ما وصلش الحمد لله ضربات الجزاء اللي هم كانوا بيطالبوا بيها، لكن اقصد ان احنا اتمنى من جمهورنا يكون تركيزه عينيه على الملعب بالظبط، وهتافاته مرتبطه بالنتيجه مش مرتبطه ان هم موجودين في الملعب، لا انتوا اهتفوا على حسب السيناريو والنتيجه، شوفوا الحكم وشوفوا الوقت اللي ممكن تضغطوا فيه على الحكم، شوفوا الوقت اللي تضغطوا فيه على الفريق المنافس، ازاي تقدروا تترعبوا الفريق المنافس بمجرد ما يتغرق ويهدد مرمى النادي. دي رساله مهمه جدا للجمهور، واكيد من غير خروج عن النص، لكن طبعا الاهم دايما الاهم ان النادي ان شاء الله النادي الاهلي يوصل للنهائي. احنا خلاص في مرحله مهمه جدا في البطوله قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، مهم جدا ان شاء الله النادي الاهلي بعد ما وصل للمرحله دي انه يكمل، محتاج دعم كامل جدا من جمهور النادي الاهلي في اطار الملعب بس، في اطار الفريق طبعًا في اطار الكوره، وده شيء مهم جدا. النادي الاهلي عنده العديد والعديد من البطولات عايزين نزودها ان شاء الله من خلال هذه البطوله. أكيد استاذ علاء، طيب طبعًا. اخيرا توقعاتك للمباراه الاولى بالذات بعد بكره؟ لا ان شاء الله انا متفائل جدا جدا، ان شاء الله باذن الله يكون فرق اثنين للنادي الاهلي باذن الله، فرق اثنين للنادي ان شاء الله باذن بس الله. المهم ان احنا ما نستقبلش جول. لا ان شاء الله، لا انا بقول لك فرق اثنين، فرق اثنين ممكن تبقى 3-1. لا 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 ان شاء الله 2-0 خلاص 2-0 باذن الله. لا ان شاء الله يعني 2-0، واعتقد ان شاء الله لو الاهلي فاز بالنتيجه دي
نقدر باذن الله باذن الله نبارك للاهلي باذن الله تاهل ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله. يا استاذ علاء بشكرك شكرا جزيلا نورتني النهارده. ربنا يخليك. طبعا كان معانا استاذ علاء عزت الناقد الرياضي الكبير واتكلمنا في العديد من الامور بتخص الكره المصريه بشكل عام وبالتحديد كمان النادي الاهلي واللي عنده مباراه هامه جدا بعد غد ان شاء الله امام فريق أفاق سطيف الجزائري في ذهاب دور قبل نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. في النهايه اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. دي كانت حلقتنا النهارده، استنونا وحلقه جديده ان شاء الله غدا من برنامج كلام في الميديا. الى اللقاء.